نادر الحريري بقوسي. انت يلي بلشت، شفتوا لرفيق الحريري؟ شفتوا وين لرفيق الحريري؟ الله يرحمه الشهيد الاسطوره رفيق الحريري. نحن يلي حملنا دم الرئيس الشهيد المظلوم رفيق الحريري الله يرحمه، يعني نحن عيله ما بنتهدد يا نادر الحريري. انت شو بدك من زعيمنا زعيم السنه اشرف ريفي؟ انت اخر واحد بتحكي مع زعيم السنه اشرف ريفي بالحصانات. نحن هيدي الحصانات ما قارينا، نحن قبل الحصانات كنا قوايا وبعدنا قوايا وكل عمرنا قوايا. نحن ما بنعترف بالحصانات، تحديتونا وقبلنا التحدي وانتصرنا عليكم، انتصر عليكم الزعيم السني اشرف ريفي من 4 سنين لما انحاربتونا، ما طلع لكم معنا. نادر الحريري هيدي الحصانات نحن تركناها لكم، انتو الصيصان، الخواريف، الارانب، السحسوح اللي معلم على رقبتكم بده حصانه، نحن جماعه قوي بدون حصانات. نادر الحريري نحن عيله ما بنتهدد، ارفيكم بالحصانات كلها، نحن اشبتنا بالحصانات، نحن قبضيات، نحن قلبنا قوات. نادر الحريري تعال اقول لك، بدي اقول لك شغله. قبل ما تجرب تهددنا، روحوا اول شيء جيبوا القاتل يلي اغتال الرئيس الشهيد المظلوم الله يرحمه الاسطوره رفيق الحريري على المحكمه. اشرف ريفي زعيم السنه كان حامل ملف الحقيقه بايديه النظيفه ووصلكم للعداله ووصلكم للحقيقه، انتم صرتوا بدكم تروحوا على المحاكم الدوليه وتعملوا تسويات. اشرف ريفي علق لكم وسامين من الشرف على حصون الارزاق، لك وينهم بعدهم معلقين؟ وسام عيد ووسام الحسن عشان تطلع. ايه هذا جوزي، هذا جوزي عقاب صقر. تتذكروا لما طيرتوا لي الصقر وسكتت لكم؟ انا كثير سكتت لكم على فكره، بس هذا جوزي عقاب صقر. ما تطلع كثير احلى ما تنحاول. بدك فرجيك شيء ثاني؟ فرجيك خي سعد؟ لك خي سعد اخذ جائزه طردي على حجه جوزي عقاب صقر. انت اكثر واحد خاين لسعد رفيق الحريري نادر الحريري، انت اكثر واحد سرقه لسعد رفيق الحريري، انت اخر مين يحكي معنا؟ نحن عالم ما بنتهدد. هاشتاج نادر الحريري طبق تمك سكروا لتمك، روحوا حاسبوا اللي اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الله يرحمه. بعدين بتيجي بتحكوا بالقضاء، ما في حدا بيتعالى تحسق في القضاء، بس لما يكون معكم حق. يا لما قريبا كنتوا حتروحوا كلكم على رومي، بس الله من عنده تشفع لكم. زعيم السنه اشرف ريفي انت بتمثلني، وبدي اقول لك اشرف ريفي والسما زرقاء وانا بحبك قد الدنيا، وبدي اقول له لنادر الحريري بدك شيء ثاني بعد؟ أدوي.